عنده مشكلة خفيفة اللي هي التجاعيد اللي بتطلع في الوش خفيفة. هو لسه بيقول في الأول السؤال، يعني أنا لسه شاب حلوة. صغير، التجاعيد الخفيفة اللي بتطلع في الأول أنا عندي أوبشنز يا شادي أقدر أعملها وأتخلص منها على حسب نوع التجاعيد اللي عندك. عندي البلازما العادية بتعمل لي بتشيل التجاعيد اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده وعارفينها، عينة الدم اللي بفصلها طلع منها الصفائح الدموية وبحقنها في الأماكن اللي فيها تجاعيد. عندي برضو الجلسات الليزر بتشد لي البشرة وتحسن لي الكولاجين والإلاستين فبتعمل بتشيل التجاعيد. عندي كمان مالتي فيتامينز، في مواد بتشيل التجاعيد. دي بتبقى حقنة يعني بتاخد بتحقني مالتي فيتامينز في الوش؟ في الوش. يعني هنا الصورة دي برضو انا شايفة حوالين اللي هي الصورة دي حوالين عينها اختلف. والخطين شايفة الخطين؟ لا الخطين واضحين جدا، اختلفوا تماما. يا هبة ايه ده؟ هقولك انا عملت ايه في الصورة دي. مهم جدا تعرفوا الجديد، مش مهم ان انا كل شوية دكتور امليلي دكتور اعمليلي، لا، في اربطه كانت عند البيشنت دي واقعه. فمجرد ما بصي كواليتي ممكن نرجع بالصوره تاني، شوفوا الخد لما اتملى شويه حصل ايه. أيوة. شد معايا الوش لفوق، شد وبيدي شكل اصغر. بصي اهي رجعه لك تاني بالظبط كده، شوفي الكواليتي بتاع الخد هنا والصوره اللي جنبها. فصيح. الخد لما عملنا خد شدينا الخطوط، تخيلي مجرد ما تعملي تملي بس بالخد تاني الخط فرد معاكي كده تمام. بسيط قوي، ممكن احتاج في الخط نفسه فيلر تمام كده. الصوره اللي بعدها زي ما انت شايفه كده مالتها فيلر، بس هي مش كبيره قوي في السن، بس مشكلتها الخطوط دي عميقه شويه. شايفه كواليتي الخط نفسها فيري ديب، فدي بتحتاج فيلر بس بتحتاج كميات اقوى شويه واعلى شويه، مش سرنجه واحده هتبقى كافيه في الحاله دي. أوكي. تمام كده. شوفوا الكسرات اللي حواليها بتدي سن وبتدي شكل غريب جدا، دي حلها زي ما قلت لكم كده ان انا اشتغل فيها. ده هنا الشفايف، هنا التجاعيد حول الشفايف. بصي هو فعلا احنا جالنا سؤال، وامل بتسال هي عندها تجاعيد حول الفم وبتقول كمان ان عندها ستريتش مارك بعد الولاده، فالمشكلتين دول بتحلهم ازاي؟ زي ما اتفقنا في الصوره الاولانيه قلت لك هنحل الخط بالفيلر او هنرفع الخد. مجرد لو انا عملت رفع الخد بس لقيت الدنيا، انا اوريدي بقدر اقيم البيشنت بشوف هو مشكلته ايه. دايما مش هنعبي بس، لازم نحل السبب يا جماعة. في كل شغلي بقول كده، العلاج علاج أسباب مش علاج أعراض. أيوة. إحنا لو عالجنا عرض مش هنتنينا كل شوية نعالجه.